وكان أول صوت انطلق منها هو صوت البذيع مبارك الميال الذي كان أول من قال هنا الكويت. وقد شهد العام 1953 زيادة في البث ليصبح 3 ساعات ونصف، وينحصر في الفترة ما بين 7 مساء إلى 10:30 مساء. وبحلول عام 1959 شهدت الإذاعة تطورا ملحوظا، وشهدت كذلك زيادة في الكوادر وساعات البث، وشهدت تحسنا في البرامج، وتم وضع أول هيكل عام لإدارات الإذاعة وأقسامها وبرامجها. وقد حققت الإذاعة في ذلك الوقت أهدافها بنسبة كبيرة جدا، وذلك لأن المنافسة كانت محدودة لضيق الإرسال وكذلك لقلة وسائل التسلية والترفيه. وفي شهر يونيو من عام 1960 أذيعت أول نشرة إخبارية من إذاعة الكويت، وفي أكتوبر من العام نفسه ازدادت ساعات البث إلى أن بلغت 16:40 يوميا باستثناء أيام الجمعة. ويمثل العام 1961 يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ إذاعة الكويت، فهو عام استقلال الكويت، حيث زاد عدد العاملين وصحب ذلك توسع في الإدارة والاستوديوهات وتنوع في البرامج والمواد الإعلامية، كما بدأ البث التجريبي بواسطة جهازين كبيرين للإرسال. كان للإذاعة دور كبير وفعال في بدايات الأولى لمرحلة الاستقلال، فلم يكن التلفزيون قد انتشر في البيوت، ونتيجة لذلك توجه المواطنون لأجهزة الراديو لسماع أنباء الاستقلال والبيانات التي صدرت بتلك المناسبة، إلى جانب برقيات التهنئة التي أرسلت من خارج الكويت وتذاع من الإذاعة. وعندما افتعل عبد الكريم قاسم حاكم العراق آنذاك الأزمة مع الكويت بعد الاستقلال، كان للإذاعة الكويتية دورها الرائد والمؤثر في توجيه الرأي العام الكويتي وبث الحماس والشعور الوطني فيه، فقد كانت الإذاعة هي المصدر الوحيد الذي كان يذيع بيانات الحكومة المتعلقة بتلك الأزمة. ويعتبر عام 1964 نقطة تحول أخرى في سير الإذاعة الكويتية، حيث ظهر أكبر مشروعين إذاعيين، أولهما الإذاعة المحلية والثاني إذاعة البرنامج الأوروبي. وبحلول عام 1976 أصبحت الإذاعة تبث على 4 موجات عاملة، 2 متوسطتان و2 قصيرتان، وزاد عدد ساعات الإرسال إلى 27 ساعة و50 دقيقة، كما ارتفع عدد الموظفين إلى نحو 400 موظف. وقد تواصل ازدهار البث الإذاعي الكويتي في السنوات اللاحقة على الرغم من التأثر المؤقت الذي أصاب المسيرة الإذاعية بعد 2 أغسطس من عام 1990 بسبب الغزو العراقي للكويت، وبعد أن من الله على الكويت بنعمة التحرير في 26 من فبراير من عام 1991 بدأت الإذاعة في إعادة البناء الجديدة وفق أرقى التقنيات العصرية، بما يكفل استمرار مسيرتها على الوجه الأكمل. محمد، قاعد نستذكر هذا الدور المهم لإذاعة الكويت، وذكروا الإخوان الزملاء ممكن اهتمام كثير من رجالات الدولة في دور وأهمية الإذاعة بشكل عام، وبين ممكن هذه الأهمية من خلال ممكن معاصرتك لتجربة مهمة أنت والزميلة طبعا الإعلامية القديرة سلوى حسين في أيام في أول يوم الغزو أو في أيام الغزو لما انطلقت من خلال كلمة هنا الكويت. بدر، نتكلم عن هذا الدور. تفضل. أولا أخي بدر، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. وقد رسم عام 1970 الخطوط النهائية للصورة الكاملة
توفى عام 1970 هو العام 19 من عمر الإذاعة الكويتية. فمنذ عام 1951 والإذاعة تطلع بتأدية رسالة الإعلام في شتى المجالات الفنية والأدبية في سبيل خدمة المستمعين. وقد تم إيصال صوت الكويت العربي إلى مختلف أرجاء المعمورة، حيث تم في العامين الماضيين تركيب وتشغيل أجهزة الإرسال القوية للموجات القصيرة التي تعمل بقوة 250 كيلوات. ونظرا للمرحلة التاريخية التي تمر بها الأمة العربية، فقد أولت الإذاعة الكويتية البرامج الاهتمام الكافي والأكيد ليكون هذا المرفق الحساس على مستوى المسؤولية بصفة مستمرة. وخلال عام 1969 تم بناء محطة إرسال الموجة المتوسطة، Thank you.
وخلال العام 1970 تم تركيب 3 أجهزة إرسال قوة كل منها 750 كيلو وات. توجت الإذاعة الكويتية رسالتها الإعلامية في نهاية عام 1970. ففي اليوم الأول من عام 1971 بدأ الإرسال الإذاعي يغطي المعمورة عن طريق هذه الموجة المتوسطة الجديدة. وهكذا تكتمل الصورة من خلال الشاشة الصغيرة عام 1970. ولكن ماذا عن الشاشة الصغيرة عام 1970؟ مما لا شك فيه أن مكانة التلفزيون في عصرنا هذا تزداد يوما بعد يوم لما له من تأثير فعال لدى المشاهدين. ومن أجل ذلك فقد استمرت جهود القائمين عليه في مواصلة دعمه وتطوير برامجه بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة منه كأداة إعلامية هامة. واستمر خلال عام 1970 في تقديم الباقات من البرامج الثقافية والمنوعة والإخبارية والبرامج الخاصة وبرامج المرأة والطفل والبرامج الرياضية إلى جانب المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام. وانطلاقا من واجب الكويت تجاه أشقائها في الخليج والجنوب العربي، فقد استقبل التلفزيون في العام الماضي عددا من أفراد بعثة الجمهورية العربية اليمنية في دورة تدريبية، كما قام بمواصلة إمداد محطة تلفزيون دبي الحديثة التي أنشئت بالتعاون مع هيئة الخليج والجنوب العربي بكل ما تحتاجه من الفنيين والبرامج، والتي افتتحت في عام 1969 بقوة 6 كيلوات لتغطي إمارة دبي وإمارات الخليج العربي. ويتابع التلفزيون في رعاية هذه المحطة فنيا وبرامجيا وهندسيا. Thank you.
ومن أجل تقوية الإرسال التلفزيوني في إمارات الخليج العربية المختلفة يجري العمل على تركيب الأجهزة التابعة لمحطة تلفزيون فيليتشا، والتي ستساعد محطة التلفزيون الحالية في قوة البث التلفزيوني الذي يتوقع أن يغطي مساحات كبيرة في الخليج العربي. وقد تم اعتماد مبلغ 370 ألف دينار لإنشاء محطة تلفزيون فيليتشا. لكن ماذا عن التلفزيون الملون؟ التلفزيون الملون لا زالت وزارة الإعلام تتابع باهتمام ما حققه هذا النظام من البث التلفزيوني من تقدم في الأقطار المختلفة، وتدرس هذا الموضوع للأخذ بأفضل النظم وأكثرها وضوحا. كما أنه في مقدمة المشروعات التي يتطلع التلفزيون إلى تحقيقها مما اشتملت عليه خطة الخمسية الحالية للدولة مجمع الإذاعة والتلفزيون، والذي سيتيح المجال أمام هذا الجهاز الهام من الوصول إلى تكامل أكثر في أعماله الفنية. وهكذا تكتمل الصورة. Le COET, engagé dans la voie du progrès, a été doté par le ministère de l'Information et de l'Orientation d'une radiodiffusion et d'une télévision de tout premier ordre. Grâce au service de la radiodiffusion, le public coétien est largement tenu informé des derniers développements de l'actualité dans le monde. La radiodiffusion coétienne s'est également avérée être un instrument efficace en vue d'orienter le goût du public dans tous les domaines. La section information dispose de téléscripteurs qui transmettent constamment les dernières nouvelles en provenance de toutes les parties du monde. Après un travail de rédaction, ces nouvelles sont censurées puis diffusées sur les ondes à l'attention des auditeurs. Limite pas seulement à La télévision au Koweït continue de faire des progrès rapides. Son audience est très grande auprès du public.
La télévision, qui était avant tout image, n'est-elle pas d'ailleurs le moyen d'information et d'éducation par excellence? Les programmes de la télévision chrétienne sont extrêmement variés, mais parmi ces programmes, une part très importante est réservée aux jeunes. Le ministère de l'information et de l'orientation leur accorde une attention toute particulière, car ces jeunes sont la génération de demain. The Ministry of Guidance and Information has made a concerted effort to keep the Kuwaiti citizenry not only informed, but aware of the world around him. Television is as common in Kuwait as it is in other big nations. Most of the programs consist of news reports, films, and television shows from the United States, Europe, and the Arab world. Local television shows are written and produced by Kuwaitis, some of which are filmed in the streets by native camera crews who attempt to record for posterity the changing face of Kuwait. Like the painter, television is recording the gradual evolution of the ancient to the modern, which is always in sharp contrast in this desert country. Expansion, Kuwait television plays an important part not only in supplying people with information, but also in their education. ¶¶
يشاركنا سهرة الليلة الفنان محمد عبدو. مألوفة ومعروفة عند الناس كلهم اللي هي لا تناظرني بعين. لا تناظرني. طيب أشهر أغنية لك هي؟ ما هي أشهر أغنية لك؟ والله طبعا هم اللي يعرفوا أنا ما أعرف. لا أنت تعتقد أي أغنية اللي شهرتك أكثر من غيرها؟ باعتقادك أنت طبعا. لا طولت. والله ما أدري. يعني هم. طيب خلال وقوفك على خشبة المسرح ما صادفك موقف حرج؟ لا الحمد لله ولا مرة ولا مرة الحمد الله يحبك. ها أمين. طيب نتمنى لك التوفيق. لاعبنا اللي معانا الحين جاسم يعقوب. والله هذا مو انا اللي اقوله، هذا الجمهور والنقاد هم اللي يقولون هالشيء. طبعا واحد ما يقدر يتكلم عن نفسه باي شيء. طيب ابيك تقول لي خلال مبارياتك اللي لعبتها هدف تعتز فيه انت؟ هدفنا مع الكويت في نهائي الكاس، لان هدف اول مره يجيب مثله، وكان يعني برأي النقاد هدف جميل. شنو الفريق اللي انت تحب يعني تلعب معه ولا حد الان ما لعبت معه؟ الكويت يعني؟ لا خارج الكويت. والله بالنسبه للفرق ودي العب دائما مع الفرق الاوروبيه اللي سابقتنا مجال الرياضه واللي لها يعني مثلا بايرن ميونخ، ميلان، وهذه الاشياء يعني او الانديه الكبيره. ابيك بكلمه تقول لي بالنسبه للاعبين يعني الناشئين، يعني تقول لهم كلمة. أحب أقول لهم شيء واحد. تفضل. أنهم يلعبون للنادي أو للمنتخب، ما يلعبون لأنفسهم. متى ما الواحد لعب للمسرح المجموعة نشوف أن النادي أو المنتخب طلع بمستوى كبير. شكرا أخو جاسم على هذا اللقاء. شكرا.